اي مغروض اذا اكل لا اساله يحب المكسرات؟ اي اذا تاكل كانها فاره زوجتي يعني. والله تحبها؟ راح تحب هذا التقرير لانه هي تقدم باشكال جذابه جدا، وحتى هي يعني واحد ما يقدر يقاوم، قله من يستطيع ان يقاوم المكسرات بنكهاتها المختلفه، وهي رفيقه التعلوله العراقيه افراح ومناسبات كثيره. فشنو رايك نروح مشاهدنا ونشوف هذا التقرير الشهي عن المكسرات من اربيل؟ ان شاء الله. طيب أحبتنا المشاهدين، تشتهر مدن كردستان العراق بتجارة المكسرات أو كما تسمى بالشرزات. الشرزات أنواع عديدة، والعاملين فيها يتفننون بزيادة أنواعها وأشكالها. ولكون مدينة شقلاوة من أكثر المدن اللي تزرع فيها أشجار الجوز واللوز والفستق والبندق والكثير من الأشجار التي تدر الكرزات، أجرينا جولة على باعة الكرزات حتى نتعرف على أنواعها وطريقة تحضيرها. فتعالوا معنا أحبتنا المشاهدين في هذه الجولة. إذن مشاهدينا الآن راح نتعرف على أحد بائعين الشرزات في مدينة شقلاوة، وراح نتعرف على الأخ اللي موجود. مرحبا، كيف الصحة؟ أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا بالشرقية. حضرتك أقدم اللي موجودين في بيع الكرزات في مدينة شقلاوة؟ طبعا أكو أقدم من عدي من بيع كرزات، بس أنا صار لي 15 سنة بهاي الشغلة. نعم. تحدثنا بما أنه حضرتك من القدامى اللي موجودين في مدينة شقلاوة وفي بيع الكرزات، ممكن تتحدث لنا شنو النوع المستورد وشنو النوع المحلي وشنو اللي هو من موجود في أطراف شقلاوة اللي أنتوا تأخذون؟ بالنسبة للكرزات فستق وبندق هاي شغلات إيراني لو تركي مستورد، بس شغلات عندنا مالتنا مال شقلاوة، اللوز، جوز، اللبجوز، وحب حبة خضراء، باسورك، هاي شغلات كلها من شقلاوة، من الأطراف يعني سيسي مال كردستان، مو شرط بشقلاوة. هاي أيضا أكثر شيء موجود ومشتهر في مدينة شقلاوة، وأكثر شيء قمردين وحمضيات، هاي مربيات. والكرزات منين تستوردوا؟ أكو منطقة بربيل جملة نجيبها من حتى، واكو معامل يحمصون بالش اسمه فستق وهي شغلات، يضيفون عليه بهارات لو السماق لو الحامض. يعني الاشياء اللي تضاف لها المطيبات في اربيل في معمل مدينه. نعم. اربيل. نعم بالضبط. الموصل قبل كان نجيبه من الموصل، بس حاليا لا ماكو. بعد ما تعرفنا عن الكرزات اللي موجودة في مدينة شقلاوة وشنو المستورد وشنو المحلي وشنو اللي تشتهر به مدينة شقلاوة، أحب حضرتك تحدثنا عن الحلويات الداخلة في صناعتها الفستق، وأيضا شنو المستورد وشنو المحلي وشنو يصنع خصيصا في مدينة شقلاوة. أولا أهلا بالشرقية. بالنسبة للحلويات، حلويات عندنا أنواع، عندنا مع شقلاوة، عندنا تركي، وعندنا ايراني، عندنا مال سليمانيه. خلينا نبدي بالمال شقلاوه، شنو اللي الحلويات اللي تصنع في شقلاوه؟ عندنا سجقات، سجقات عندنا هنا يشتغلون بيها، وعندنا من السما هذا مال سليمانيه، بس الشقلاوه اكثر شيء سجق يصنعونه هنا، اكو حلقومات بس مو هالقد. اي وشغلات اللوخ مال سليمانيه، كان هم اكو مال موصل بس هسه ماكو. اي و ايراني هم يجي ساهون وهالشغلات. كم نوع من انواع السجق؟ سجق انواع، هسه مالتنا اكو اطعام
وعندنا ما سليمانية هم مع العنب الأسود، وعندنا تركي هم مع العنب. أي يعني هذاني السجقات. شيء يتم الإقبال عليه من السجقات وإقبال على كلهن، هو أكثر شيء الإقبال عليه مع العنب والأبيض اللي بحليب وطعم من السماء. أكثر شيء يحبوا يعني يتم الإقبال عليه لأن هو بفستق. الحلقومات المستكي هذا إقبال عليه يعني كثير، بفستق وبيلوز وبيجوز. صناعة محلية، صناعة محلية نعم. هاي شغلات يعني إقبال عليه، وأكو أنواع اللوخ. هي أسعارهن يعني تقريبا 6,000-8,000 هيك. المستورد؟ المستورد عندنا تركي، الحلقوم التركي هذا النوعيات يجي، بس قليل مو هالقد مثل مالتنا. يفرق طعمه عن اللي يصنع في شقلاوة؟ طبعا طبعا يفرق. علي أكثر ولا على المستوى؟ لا على المغلى مالته مو هالقد إقبال عليه. نعم تركي، بس مالتنا لا لا غير شكل. على الكرزات وأنواعها والمكسرات، ممكن تحدثني عن كيف يشترون الزبائن القاصدين مدينة شقلاوة من داخل العراق ومن خارج العراق؟ شنو اللي يشتروها مع المكسرات والكرزات؟ هم أكثر شيء شقلاوة، يعني احنا نقول مدينة شقلاوة مدينة سياحة. الشغلنا أكثر شيء يصير بالصيف، لأن الموسم الصيف الناس من بغداد ومن أطراف بغداد من كل المحافظات العراق يجون يزورون شقلاوة. فمن يزورون شقلاوة أكثر شيء هم يحبون هاي الشغلات من شقلاوة، كرزات يحبون أكثر شيء، وقمر الدين شغلنا المحلي، هم عندنا شغلات المحلي أكثر شيء احنا نهتم بها بهذا الشيء. هي الأشياء المحلية اللي يشتروها ويا الكرزات؟ عندنا قمر الدين ما شقلاوة، عندنا تمر هند يسموه تمر هند مال جوجة، تمر هند عندنا نوعيات هواية. ف عندنا من تمر هند ما شقلاوة، وكو عندنا نوعية ثانية ويا حب 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 رمان يسمون، وكو تمر هند ويا بالجوجة. هاي شغلات وحلقوم، عندنا نوعيات هواية محلي هذا الشيء أكثر شيء هذا يأخذون. وأهل بغداد من يجون هنا يشترون هاي الشغلات هم يريدون للهدايا أكثر شيء، يعني النسبة قليلة يأخذون لنفسهم، بس الأكثر شيء للهدايا يأخذون. صوغة يعني أو هدية؟ نعم نعم. هذا فقط يعني من داخل العراق، لو أيضا السائحين من خارج العراق هم يقصدوها أيضا؟ لا بخارج العراق هم يجون هنا يزورون يأخذون ويعجبهم هاي الشغلات، وإحنا نهتم بهذا شغلتنا. إذن أحبتنا المشاهدين، بعد أن تعرفنا على تجارة الكرزات وأنواعها وطرق تحضيرها والسجق وأنواعها والمواد الداخلة في تصنيعها وأنواعها، نودعكم على أمل أن ألقاكم في جولات أخرى لبرنامج ظهيرة الجمعة. ضحى مجيد.